معكم نعود فايزي من سلطنة عمان، أجيب في هذا الفيديو على سؤالين ذكرها في بوست إنستغرام. أول شيء، شو أكثر شيء حبيتي في برنامج كأنك ترى؟ حبيت فكرة البرنامج، مجموعة من الشباب مع الدكتور منعزلين مع بعضهم، ذكر صلاة وروحانيات. حبيت حتى الفقرة لما يكونوا قاعدين مع بعض ويذكروا الله. حبيت كيف وصل لنا الدكتور أسماء الله الحسنى بكل سهولة ويسر، فهمناها بشكل أكثر. حبيت حتى فكرة أن مع كل اسم من أسماء الله الحسنى في ذكر معه، وكيف صار البرنامج أصلا جزء من يومنا، كيف كل يوم ننتظره. حبيت حتى الشباب لما يحكوا بعد كل شرح لاسم اسماء الله الحسنى يقولوا كيف أثر فيهم، كيف فهموا المعنى بشكل أكثر. حبيت فكرة الأخراج، حبيت كيف المكان بعد كان مساعد للذكر والتدبر والتأمل. ليش حابة أشارك الموسم الجاي؟ حابة أعيش نفس المشاعر اللي عاشوها، حابة أقول نفس الجملة اللي قالوها أحد المشاركين لما يقول جيت شخص وبرجع شخص ثاني. حابة أكون مع الدكتور في جلسة ذكر وتشهد لي الملائكة أني في يوم من الأيام لست في هذا الجلسة. حابة أنعزل عن كل شيء وأروح رحلة بس لله سبحانه وتعالى. شو يعني الإحسان؟ قبل ممكن كنت أسمع عنه بس ما كنت يعني في عندي معلومات وايد عنه، ولكن أحيانا أقول أن تعبد الله كأنك ترى، مو بس في العبادة، حتى في التعاملات مع الناس، في كل شيء. حتى حين صرت أخاف أن أسوي شيء وأنا ما محسنة فيه. فالإحسان هو الإتقان، الإتقان في كل شيء نسويه في الحياة.